Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dhal Jalal wal Ikram, taqabbal khatmatana hadhihi. Allahumma taqabbal khatmatana hadhihi. Allahumma ij'alha fi mizan hasanatina. Allahumma ighfir liman hadaraha wa man lam yahdurha. Allahumma ighfir liman hadaraha wa sami'aha وأمن على دعائها اللهم ومن أمن على دعائها اللهم يا الله أشف بها مريضنا اللهم اشف بها مريضنا اللهم يسر بها عسرنا اللهم اغفر بها ذنوبنا اللهم استر بها عيوبنا اللهم اكشف بها كروبنا اللهم تول بها أمورنا اللهم ثقل بها موازيننا اللهم ثقل بها موازيننا يا رب العالمين يا رب الأرباب يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية يا من ليس له مع اسمه كنيا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم يا الله يا من لا تراه العيون يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم يا الله إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة رافعين أكفنا رافعين أكف الضراعة إليك وأنت الحليم المنان أنت الرحيم الرحمن اللهم يا الله لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا اللهم إن لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا ولنا حوائج أنت أعلم بها منا فاقضها عنا ولنا إخوانا يسألوننا الدعاء اللهم آتهم سبلهم اللهم آتهم سبلهم اللهم آتهم سبلهم سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم إن هذه القلوب وهذه الوجوه اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وعلى ختم كتابك اللهم أدم ودها اللهم أدم ودها اللهم أدم ودها اللهم اجعلنا مجتمعين على طاعتك اللهم اجعلنا مجتمعين على طاعتك يا رب العالمين وفقنا لما خلقتنا له اللهم وفقنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به يا رب العالمين استجب اللهم دعاءنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اختم بالصالحات أعمالنا اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله
محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم يا الله اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عبد الله فيه ولأئمته ومؤذنيه والعاملين فيه والمصلين فيه والمعتكفين فيه اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم يا الله اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبلنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين ولا مقترا عليه في رزقه اللهم يا خير الرازقين ارزقنا ويا خير الراحمين ارحمنا ويا خير الغافرين اغفر لنا اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام ها نحن ختمنا كتابك واقفين ببابك اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بنا وديننا خيرا فأجر الخير على يديه ومن أراد بنا وديننا غير ذلك فاجعل الدائرة عليه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر جنود الحق العاملين لإعلاء كلمتك ولتحكيم شرعك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم بدل عسرنا يسرا وضيقنا سعة وفقرنا غنى اللهم يا الله اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إن لنا إخوانا افتقدناهم في هذا العام اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لعبدك سليمان اللهم اغفر لعبدك سليمان اللهم وسع مدخله اللهم اغفر ذنبه اللهم أسكنه جناتك العلى مع الذين أنعمت عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أغسله بالماء والثلج.